بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد في العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، حي الله الشيخ الكريم الفاضل هيثم بن سرحان حفظه الله تعالى، ضيفنا وضيف الكويت. وكما هو معنون في محاضرة اليوم فضل الإسلام، سوف يحدثنا الشيخ في استراحة شباب الرابية ويمتعنا بإذن الله بهذه المحاضرة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله. جزاك الله خير، الله يرحم والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أخواننا، نعم الله لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم النعم أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن كنا أتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن كنا على هذه الشريعة، شريعة الإسلام. قد يعني البعض لا يشعر بهذه النعمة لأنه ولد مسلم أصلا، لكن لو تذهب مثلا إلى بلاد الغرب، إلى بلاد يعني فيها الغير المسلمين أكثر، يظهر لك فضل الإسلام. عندما رأى الصحابة رضوان الله عليهم، رأوا الجاهلية ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، عرفوا فضل الإسلام. حتى أن يعني بعض من يكتب من العلماء عندما جاء يتكلم عن الإسراء والمعراج، قالوا هذا تشريف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تشريف للأمة. دين، هذا الدين الإسلامي لا يوجد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يأتي ولم يطرق العالم شريعة كهذه الشريعة، فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، ولا بد ترفع رأسك، ليس تكبرا، لا، لا بد أن تفرح بهذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أهل الإسلام. ولأن البعض، أنت تعرف بعض المجتمعات أحيانا، خاصة في إذا سافر أو إذا ذهب إلى مكان وكذا وكان الثوب قصير واللحية ينزل من ثوبه قليلا، صحيح؟ قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، الله سبحانه وتعالى غني عنا، لكن لابد أن تعلم أنه هذه ليست نعمة واحدة في الإسلام، بل والله نعم، منها أن الله اختارنا أن نكون أهلا لهذا الدين الإسلام، دين الإسلام، أتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، شريعة كاملة. هذا الفضل أدركه حبر من أحبار اليهود، يعني عالم ممتلئ، قال لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عندكم آية واحدة في القرآن، لو على اليهود هذه نزلت جعلنا عيد. قال ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه، كان يقول لهذا اليهودي، قال أبشر، عندنا عيدين اثنين، ليس عيد واحد، قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم جمعة، دين كامل. لا يستطيع أحد يقول والله رأيت رؤية ونضيف شيء إلى هذا الدين أو كذا أو كذا أو كذا. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة.
ما أجمل هذا الدين يا إخوانا. والله الذي لا إله إلا هو، بعض الكفار يسلم بشيء يسير عندنا في دين الإسلام وإحنا لا ندري عنه. امرأة في السويد جاء كبيرة في السن، جاءت وأسلمت، وطبعا أصحاب المراكز الإسلامية يحبوا هذا، يسألوا ما سبب الإسلام حتى يعني الداعية وكذا يستطيع يدخل لهم، لأن كل ترى دولة من الدول لابد تعرف ما هو المدخل للدعوة عندهم، يعني في أفريقيا الدعوة غير في أوروبا، طبعا دعوة النصارى غير دعوة اليهود، غير دعوة الملاحدة، صحيح لابد تعرف. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا يقول له هذا الكلام؟ حتى يأخذ لهم الأهبة والاستعداد ويعرف. وهذا فيه قال أن من شروط الدعوة معرفة حال المدعو. فسألوها قال ما سبب الإسلام؟ قالت أنها كانت تعمل في غسيل الملابس، مغسلة ملابس، ورأت أن ثياب أهل الإسلام ليس فيها أكرمكم الله لا بول ولا غائط. لماذا؟ لعندهم استنجاء واستجمار، طهارة، سبب يسير. وبعضكم مغتر يقول الغرب عندهم نظافة عندهم كذا، أكرمك الله إذا يبول يرفع السروال ولا يصنع أي شيء، رشاش البول هذا ينزل في السروال أمر طبيعي عادي، هذا التقدم عندهم. بعث عليه الصلاة والسلام للناس كافة، يصلح لكل زمان وكل مكان. أي شيء يحدث، حدث كورونا الآن صح، حدث كذا حدث كذا حدث كذا، كل شيء تجد له أصل في هذا الدين. دين كامل يا إخواننا، دين يصلح لكل زمان ومكان، دين والله لا يعرض هذا الدين الإسلامي على كافر ويرده إلا معاند مستكبر، والله ما يمكن. لكن المشكلة فينا نحن البعض طبعا، هو يعني غير مقتنع أصلا بالإسلام، هذه مشكلة. صحيح والله، يعني اليقين لديه معدوم بعضهم، ولهذا أي قضية إيش تجد يتنازل عنها، ما عرف فضل هذا الدين وأن هذا من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. يعني حتى البعض هو لا يعرف أصلا ما هو الإسلام، كيف سيعرف فضل الإسلام؟ لو تسأله ما هو الإسلام قال والله ما أدري، أنا ولدت وقالوا لي أني ميم سين لام ميم، ميم سين لام ميم، يعني هو لا يعرف شيء عن الإسلام إلا هذه الحروف فقط، ما يعرف معنى الإسلام. ولهذا البعض يقول قال يا أخي أنا حر، هو لا يعرف معنى حر. الحرية هنا هو في الحقيقة عبد عند إبليس، عبد عند الشيطان. إسلام استسلام لله بالتوحيد، وإذا استسلمت لله بالتوحيد وأفردت الله بأنواع التوحيد الثلاثة كان ما هذا؟ قال فروا من الرق الذي خلقوا له. فإذا كنت عبدا لله كان في هذه إيش؟ عزة. ولهذا أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، قال لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كلمة التوحيد كلمة الإخلاص، صحيح، بل ذكرت العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده
الإسراء والمعراج، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مقام التحدي ومقام نزول القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن أنت بهذه العبودية، بهذا الإسلام تتذلل لله يرفعك الله سبحانه وتعالى. والله فضائل لا تعد ولا تحصى. قلنا نقول لهذا مثلا الأخ الآن هو يجمع وله يعني ينشر كلام العلماء الربانيين ويعلم الناس، وهو لا يشعر بماذا؟ بربح مادي، صح؟ لكن يوم القيامة كأمثال الجبال. وهذا الأخ قال ليتني أستطيع أصنع منك. هذا بالنية في الإسلام، يأخذ بنية ينوي النية الصالحة. إخواننا هذا الإسلام لابد أننا أولا إخواننا نتعلم الدين الإسلامي، لابد من زيادة الدين. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فلابد تتعاهد هذا الغرس، تتعاهد هذا الدين، كيف أزيد إيماني؟ ولا تغتر تقول والله أنا الشيخ. يوم كنت أنا في نيبال وانتهينا من الدورة، عندي رحلة بعد 8 ساعات، جاءني الداعي المترجم، جاءني وقال باقي على الرحلة 8 ساعات، تعال. وين؟ قال نذهب إلى مكان حتى يزيد إيمانك. أنا الشيخ، هو يقول لي هذا الكلام. فهمت الشيخ؟ لا تغتر، لا تقول أنا الشيخ أنا العالم وأنا كذا، لا. الصحابة السلف تعال بنا نؤمن ساعة، أيكم زادته هذه إيمانا. إذا لابد تتعهد هذا اليقين عندك، ما تشك طرفة عين أن هذا الدين الإسلامي دين حق، صح؟ إذا لماذا لا ندعو للدين الإسلامي؟ إذا لابد نتعلم، نعمل، ندعو، لأن تعرف أنه هذا حق، إذا لابد تدعو إليه. إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي يوما من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام، صح؟ لقي يوم من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام؟ لا، ما ورد هذا، ما حصل أبدا. لماذا؟ لأنه يعرف فضل الإسلام، يخاف. مسلم لابد يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر مثلكم، تميز عنا بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وفي قراءة من أنفسكم، يعني من أشرفكم وأفضلكم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم. ومن رحمة الله بنا، وهذا من فضل الإسلام، أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الخلق العظيم، باذل غاية جهدي في جلب المحبوب المستفاد من قولي حريص عليكم، وباذل غاية جهدي في دفع المكروه المستفاد من قولي عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال فإن توليتم، لا، الآية كلها خطاب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا، ما قال توليتم. لماذا؟ لأن المؤمن والمسلم لا يمكن يوصف بهذا. وفيه يقول بعض العلماء أنه فيه تغيير الضمائر لإيش؟ تنبيه، تنبه، قال يا معاذ، هو بجانبه، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، يعني إيش؟ انتبه، في أمر هام سأقول لك،
فأنت لما تقرأ القرآن تتغير الضمائر، إيش تنتبه يا إخواننا؟ صدق والله نحتاج إلى أن نحرك هذا الإيمان كما كان السلف يصنع. تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نتذاكر ماذا نصنع، ما هو فضل الإسلام، لماذا يعني لا نصنع كما كان يصنع السلف، ما هو سبب التقصير، لماذا كذا لماذا كذا. نعم شواغل اليوم، شغل كثير من الناس بهذه الهواتف بكذا بكذا بكذا، هذه إشكالات إخواننا، إشكالات كبيرة جدا. يعني يشغل عن ذكر الله، صح؟ قرأ بنا الإمام جزاه الله خيرا في صلاة العشاء: فإذا فرغت إيش فانصب. يعني عندما يتسنى لك وقتا إيش تصنع؟ انصب في العباد. اليوم مجرد حصل وقت إيش تصنع؟ تخرج الجوال، صح ولا لا؟ والله صدق. طيب كيف سيتعرف عليك هؤلاء الكفار أنك أنت مسلم؟ إذن لابد يظهر عليك أثر إيش؟ الإسلام، صح؟ ولهذا في معتقد أهل السنة والجماعة، في كتب المعتقد، يذكر أشياء يسميها هؤلاء العلماء شعار أهل السنة والجماعة، لهم شعار يعرفوا به. ومن شعار أهل السنة والجماعة قال المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه تميز عن الفرق الضالة. مسح الخفين شعار، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. يقيمون الجمع والجماعات، هذا كل اللي يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في العقيدة الواسطية، هذا شعار لأهل الإسلام. فأخواننا مهم جدا، ليس الإشكال في نقص العلم دائما، الإشكال في أن تفهم النصوص، تفقه النصوص. قال: من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين. فقه في الدين، يقين. كان الرجل ينشر بالمناشير ولا يرجع عن دينه. وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام؟ عرفوا هذا الدين. قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، قال: هل يرتد أحد منهم عن ديني؟ في أحد يرتد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما أحد يرتد. قال: وذاك الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا دخل خلاص انتهى الأمر. فهذا الإسلام لابد، والإيمان يعني يكون عندك أغلى ما تملك، تحافظ عليه، تسقي هذا الزرع. إذا لم تسقي هذا الزرع نزل الإيمان. وأنت تعرف مثلا في رمضان تقول إيش؟ أشعر نزيد الإيمان، بلقاء الإخوان يزيد الإيمان، صلي الفجر في جماعة وأحضر، أذهب إلى الحج، أذهب إلى العمرة، كذا، صح؟ أسباب سميها العلماء أسباب زيادة الإيمان: كثرة الطاعات، دراسة التوحيد. من أسباب زيادة الإيمان يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أربع أشياء: أولا كثرة الطاعات، ودراسة التوحيد، والتفكر في مخلوقات الله، وترك المعاصي. هذا إيش؟ أسباب زيادة الإيمان. ضدها أسباب نقص الإيمان: ترك دراسة التوحيد، ترك الطاعات، ارتكاب المحرمات، ترك التفكر في مخلوقات الله.
لا أطيل عليكم، الشيخ حدد لنا وقت وكذا، فأنا ودي أننا يعني نتشارك فيما بيننا، إذا أحد عنده تعليق، عنده استفسار، عنده كذا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. شكر الله للشيخ ما قدم وما أفاد وجعلها في ميزان حسناته. ونفتح باب المشاركة إخوانا أو الأسئلة، ويا ريت تكون مشاركة أحسن وأسئلة. نعم. ومدة 10 دقائق إن شاء الله. كويس، الحمد لله. نعم. نعم. أحد الأخوة قال لي الحمد لله، قالها من قلب للحين أذكر أثرها علي، قال الحمد لله أن مولودين المسلمين. قال الكلمة هذه بعد ما واحد سولف له عن يعني نعمة الإسلام وكيف يعيش الكفار، وقال إنه واحد منهم يقول جاي بيسولف مع أخوية، يقول له شايف يعني هذا أقصى سوالف، شايف العرض الجمعية تشتري بيبسي ويعطيك واحد مجاني، يقول كانوا عايش بأوروبا، يقول حياتهم جدا تافهة. المهم فهذا اللي قال الحمد لله على نعمة الإسلام واستشعرها عمره 11 سنة، سبحان الله 11 سنة عمره، كنت أدرسه وقلت له القصة هذه، سبحان الله قصة الموقف هذا. فإلى الآن يعني أحس أثرها علي، أن ولد صغير مستشعر نعمة الإسلام يقول الحمد لله أنه ولد مسلمين، لو مو ولدين كان كيف حياته، فسبحان الله. أنا خرجت من المدينة، عندي دورة في موريتانيا، السفر لموريتانيا من المدينة، سافر مطار المدينة إلى مطار جدة، هذه الطائرة الأولى، من جدة إلى المغرب هذه الطائرة الثانية، ومن المغرب الدار البيضاء إلى نواكشوط هذه الطائرة الثالثة. استغرق مع السفر 24 ساعة تقريبا، هاي يقول الله يعينك آمين. ثاني يوم أغمى علي أنا في الفندق والله من التعب وكذا، وطبعا أنت تقول هذا يقول ما شاء الله بطل. كان معي مجموعة في المطار، في مطار الدار البيضاء كنا جالسين في المطار في المسجد ننتظر إقلاع الطائرة، طبعا في ترانزيت تقريبا انتظار 8 ساعات، أعلنوا أنه فتح باب التسجيل حتى ندخل خلاص على الطائرة، وقفنا انتظرنا نصف ساعة تقريبا ما تحركوا هؤلاء ولا دخلونا الطائرة. فواحد معنا قال للشباب هذول اللي معي، قال اصبر تحملوا هذول غلطانين. جاء واحد قال نصبر على ماذا، انا في سبيل الله، الله اكبر، الله سبحانه وتعالى يعطيني اجر على وقوفي هذا. فهمت الشيخ؟ هو يعرف عنده يقين انه ما يفعل شيء ولا يترك شيء لله الا ها واعطاه الله خيرا منه. ام سلمة يا اخواننا امراه مؤمنه قالت عندما مات ابو سلمة تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبه، وعندها يقين صادق موقنة 100% أن الله يعوضها من هو خير من أبي سلمة، وهي تعرف أنه أفضل الصحابة من أبو بكر وعمر، فأخذت تتأمل أن الله يعطيها من أبو بكر وعمر، فأعطاها الله من هو خير من أبي بكر وعمر. فهمت الشيخ؟ إسلام لابد يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، ما تشك أبدا. يا أخواننا موسى عليه الصلاة والسلام قال له قومه إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. نعم الشيخ. صلى الله عليك شيخ. أحيانا يكون في قصور من الشخص في النصيحة أو الدعوة، يكون حال اللي كان يدعو إليه يقول له أنت انصح نفسك أو شوف القصور عندك وبعدين انصح الناس، هذه فيها إشكالية كبيرة يعني، فهني هل إني أنا أكمل النصيحة ولا أقول كلامه هذا صح؟ في واحد فينا كامل،
كل واحد منا عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده كذا. ولو قلنا هذا الكلام ما حد دعا إلا الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، صح؟ هي نعم. وانت الآن يوم يأتي إنسان يسلم تقول اسمع أنا عبد، أنا مذنب، أنا بشر، أنت قدوتك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضع قدوتك فلان أو علان. ولهذا كل فرقة ضالة يا إخواننا نسأل العافية والسلامة، على رأس هذه الفرقة من؟ رجل غير معصوم، مفهوم؟ إلا من؟ أهل السنة، صلى الله يجعلنا وياكم منهم، يتبعون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم. ولهذا هي كانت الفرقة الناجية، هذا ما يشك في أحد، مفهوم يا أخي؟ طيب كل واحد منا مذنب، كل واحد مقصر، كل واحد كذا، أنت تقول له أنت ما تسلم من إسلامي أنا، صح أو لا؟ تقول لابد تكون على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه، مفهوم الشيخ؟ اي نعم، توضح له هذا. والله أخواننا فتنة أحيانا في الدعوة وكذا تحصل مشاكل. كنت في دولة أفريقية والمهم جالسين في الخارج كذا، حر كان المسجد، وطلبت من هذا مترجم قلت الله يرضى عنك ما نستطيع هنقر المسجد نجلس في الخارج، قال لا اصبر. قلت يا شيخ الأمور ميسرة نخرج في الخارج، ما استطيع أتكلم في المسجد. فكلمنا رئيس المجموعة هذول قال أحسن لو جلسنا في الخارج حتى غير المسلمين يجلسوا معنا والكراسي موجودة وكل شيء، فصنعوا لنا جلسة وجلسنا في الخارج. المهم تكلمنا بما فتح الله سبحانه وتعالى. بعدين هو هذا رئيس القبيلة قال لي والله لنا يعني أشهر ما ينزل مطر ونبغاك تدعي. طب أنا أدعي مشكلة، ممكن ما ينزل مطر، ولو نزل مطر برضو مشكلة، صح؟ ممكن ما عاد أخرج. في أحد الدعاة ذهب إلى منطقة من المناطق وتبركوا به، قال لا يخرج من عندكم، ذبحوه سووا ضريح. اي نعم هذا ايضا مشكلة. طيب هو ليه ما يعلمه التوحيد؟ نعم. فالمهم فقلت لهم لا هذا خلل في التوحيد، انا عبد مثلي مثلكم، ادعوا الله انتم. وبدأت تذكرهم وكذا أنه لابد هم يدعوا. والله أخواننا هذا من نعم الله، دعونا والله ما استطعنا نجلس من المطر بفضل الله. لو أنا رفعت يدي ودعوت كان فتنة، صح ولا لا؟ إذن يا أخي أنت لا تعلق الناس بك. أنت بن باز رحمه الله اتصل عليه سائل وقال الشيخ عندي أخويا مريض وكذا نباك تقرأ عليه، قال اقرأ عليه، هو يقرأ على نفسه، قال الشيخ مريض، قال اقرأ عليه أنتم، قال ما نحفظ، قال تحفظ الفاتحة؟ قال نعم، قال اقرأ عليه الفاتحة، قال قرأنا عليه وما برئ، قال يبرأ بإذن الله. تعليق هذا الإسلام يا أخوان، تعلق الناس بك أنت بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الآن يعني الآن هذا الذي تسمع عنه في الأخبار في هذه الدولة، أسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد من المشاكل وكذا والبرلمان، صح؟ التعلق بيد من؟ لابد نعلم أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى، ندعو الله يا أخواننا، لابد أن تدعو الله، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور الدولة، أن يصلح الراعي والرعية يا رب. أي نعم، تدعو بإخلاص يا أخي، أنت الآن تأكل وتشرب وتعيش في هذه الدولة، كيف ما تدعو ولا يكون عندك أدنى حرص على استقامة هذه الدولة، صح؟ هي نعم. ها الشيخ وإياكم. شيخ أنا ما عندي سؤال، لكن الناس الآن اللي نصحناهم يعني متعلقة في الدنيا شيخ، إذا نصحناهم بالآخرة الأجر الرهبانية أنت بي، فيعني كيف الوصول للناس اللي همها بس دنيا ما تتعلق وتشوف عدد سكان العالم كم؟ كثير فوق المليار ولا لا؟ سبعة مليار.
7 مليار ذول ما حصلت واحد اتجه للآخرة؟ ممكن تحصل صح؟ فأنت اللي معرض دور غير، صح ولا لا؟ تجد إن شاء الله يا إخواننا وسائل الدعوة، أمور الدعوة اليوم، فلما توجه تلقاء مدين تضيق عليك مكان يفتح لك آفاق كثيرة، صح؟ الحمد لله. أنت إيش عليك؟ عليك البلاغ. هداية بيد من؟ موسى عليه الصلاة والسلام في أول النهار يخاطب من؟ سحرة كفار، قال لهم كلمة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ما ألقى لها بال في آخر النهار، ها؟ آمنوا، صحيح، كانوا عباد صالحين. يا أخي أنت عليك البلاء، هداية بيد من؟ بيد الله. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ هذا الإسلام، قال: لا تحقرن من المعروف. فهمت؟ يعني ممكن رسالة واحدة، لكن لا تحط، لا تشوف. أنا كنت أكلم الشيخ أحمد، لا تتفلسف مفهوم هذه الكلمة، ها؟ تعرف إيش يعني لا تتفلسف؟ ها؟ أي نعم، لا تخرج عن موضوع. واحد زائد واحد اثنين. لا تقول واحد عندما وضعنا عليها واحد أصبحت اثنين، واثنين عند العرب تكتب كذا. لا تفلسف، حديث، حط حديث. قال ابن باز: لا تقول بن قوسين كذا، لا، هذا مو عملك. فهمت يا أخي؟ أي نعم. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا الإسلام. تصدق إيش؟ قال بشق ثمرة، إيش قال؟ اتقوا النار، قال ولو بشق تمرة. في أحد يأخذ شق تمرة يا رجل؟ تمرة ممكن ما يأخذها منك أحد. الآن لو تعطي الفقير تمرة ولا المسكين يقول إيش أصنع بها التمرة؟ شق تمرة، أي شيء تستطيع أن يحول بينك وبين النار ضعوا بينك وبين النار يا أخي، صح أو لا؟ هذا الإسلام. وإذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة، قال فلا تقم حتى يغرسها، هذا الإسلام. فهمت الشيخ؟ شيطان، لا تقول، لا تصنع، ممكن يصنع لك مشكلة، ممكن يصنع لك كذا، ما عليك. انتهت 10 دقائق؟ باقي باقي، ها، بسم الله. صلى الله عليك يا شيخ. وعليكم. جلست مع أحد الأخوة، يعني كان يشكي من أحوال الدنيا والهموم. أيوه. فقلت له: الدنيا هذه والبشر الذي يعيشون فيها كدائرة، كم مسلم في هذه الدائرة؟ ستصقر هذه الدائرة. كم موحد؟ كم من يتبع السنة حتى تصل وهو يعني من الله عليه باستقامة أنه مسلم موحد على السنة ومستقيم؟ أنت في دائرة بفضل الله عز وجل ومنته أن جعلك في هذه الدائرة التي هي فضل من الله عز وجل. فأحمد الله عز وجل مهما كان لديك من الهموم والغموم فكلها زائل، وهذه الدائرة التي وضعك الله عز وجل بها هي فضل ومنه. فاسأل الله الثبات على هذا الدين العظيم. فسبحان الله، يعني كأن يعني خفت عليه هذا الأمر وهو فضل من الله عز وجل. عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير. ها الشيخ، ها الشباب، ايش؟ انا مو اسلم عليكم، اسالكم انا، ما عندكم تعليق سؤال ولا شيء؟ ها الشيخ انت، انا لله وان، ها الشباب، قال شباب الرابعه، هذا الشباب ولا لا يا شيخ؟ ها الشباب، بسم الله. بارك الله فيك. وعليكم. كيف يواجه المسلم حملات التشويه للاسلام خارجيا وداخليا؟ المشكلة أن الشبه لا تسمعها، هذا واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، واحد. الثاني، لابد يا أخواننا إذا وردت شبهة كيف تزال؟ ها، جوجل، تمام،
جوجل صح. اليوم كيف تزيل الشبهة؟ جوجل. وجوجل ايش؟ زنديق. نعم جزاك الله خير. ما هو شيخ يقول زنديق. تبغى يهودي يطلع يهودي، تبغى نصراني تبغى، والله صحيح ام لا؟ تعطي الشبهة تقول رد على الشبهة يرد، لا ترد واعطيني أدلة على هذه الشبهة يعطيك أدلة، لأنه زنديق. قال في قلبي شيء من القدر، ها فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. ذهب إلى من عندما جاءته الشبهة القدرية؟ ها للعوام، جوجل، ذهب لابن عمر، ثلاثة من الصحابة كلهم رضوان الله عليهم كلامهم واحد، ردوا بإيش؟ بالدليل. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك. مفهوم يا أخي؟ مشكلتنا اليوم أنه الشبهة إيش تسوي؟ تعرضها على صاحبك صح؟ وتعرضها على هذا المسكين ما يعرف كوع من بوعه. أي وصدق. ليش؟ لا شبهة قفل عليه، حط عليه بلوك. اللي يرسل لك شبهة واحدة اعرف انه ذا ابليس يراسلك. مفهوم؟ اي نعم، لانه شيطان الانس اقوى من شيطان الجن. بلوك وانتهى الموضوع. فهمت؟ تقول اسمع الشبهة وكذا، قفل، لا عندنا فتاوي في الموقع، هذا كل النصائح لك، ولا عندنا فلسفة ولا عندنا شيء، كبار العلماء وبس. تمام؟ اي مفهوم الشيخ؟ ارجع للعالم. فلو رجعت للعالم وأزال الشبهة بإيش؟ بالدليل، تزول الشبهة بإذن الله. مفهوم يا أخي؟ إيه. ولهذا كانت فتاوى شيخ الإسلام إخواني عقيدة الواسطية سؤال واحد، إحنا ندرسه في سنة العقيدة الواسطية، سؤال لشيخ الإسلام، وعقيدة الحموية والتدمرية كلها سؤال، ثلاث سنوات، سنة ندرس واسطية وسنة ندرس التدمرية وسنة في المعهد الحرم، مقرر سنوي واسطية. اي نعم سؤال. فارجع للعلماء، لو رجعت للعالم وازال عنك الشبهة ايش؟ خلاص ازيلت الشبهة عنك الحمد لله. المشكلة ان اليوم يترك الشبهة في قلبه، خطأ ايضا. لا تعال اسأل عالم ناصح يدلك يزيلها منك، لا تبقيها عندك، تبقى تزيد ممكن ما تنقص. مفهوم الشيخ؟ أولا لا تسمع، قفل باب الشبه. اثنين إذا وقعت اذهب لعالم، العالم يزيل الشبهة بإيش؟ بالدليل، تزال بإذن الله تعالى. مفهوم؟ نعم. ها إلى أن يعطينا إنذار آخر سؤال. كرت أحمر يقول اللعب الكورة، يقول كرت أحمر وصل العشاء، وصل الحمد لله. اجتماعي. ايه. وهذه طبعا قاعدة تهدم في المجتمعات عموما. تهدم في المجتمعات. يعني تمام. ضررها عالي جدا. اي نعم. فكيف بالمسلم؟ او طبعا هذه المسلم يمكن يحتار، لكن تخاطب الناس العوام. العوام تتأثر بها، اللي هم يعني دينهم بسيط. غير اللي متمسك في الدين بقوة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفتن أكثر من اليوم. في مكة الشرك الأكبر صح، والغنى والرقص والنساء وشرب الخمور صح، يطوفون عراء وغيره. رجل واحد النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام يدعو لله، ها الله سبحانه وتعالى اختارك أن تكون في هذا الزمن صح، أمر كتب الله عليك حتى يرى ماذا تصنع. ليس لك علاقة بالسلطان بالحاكم بوسائل التواصل، هذا مو علاقتك أنت. علاقتك أنت أن الله وضعك في هذا الزمن حتى يعلم الله ماذا تصنع. وهذا الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي تقدر عليه لازم تصنعه. احنا مشكلتنا اليوم
في أشياء نقدر عليها وما نصنعها، صح؟ صح، تقصير كبير، صلى الله أن يعفو عني وعنكم يا رب. إذن هذا إشكال الشيخ، لماذا يجتهد أهل الباطل في باطلهم ونحن لا نجتهد إلا من رحم الله؟ صح، إذن في تقصير. الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع المحب أرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خير. شكر الله لفضيلة الشيخ هيثم بن سرحان حفظه الله تعالى، المدرس في المعهد في المسجد النبوي سابقا، ومعهد المشرف على معهد السنة. شكر الله هذه المحاضرة له وهذه الإجابات السديدة، ونفعنا الله بعلمه، وجزاكم الله خيرا، وتفضلوا على عشاءكم، وبارك الله لنا ولكم.